السلام عليكم اليسماء، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم اخوتي؟ نتوما لاباس؟ كي بقيتو؟ لاباس عليكم اخوتي، خوتي 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 خوتي. هيا يا 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 السلام عليكم، السلام عليكم اخوتي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين نتوما؟ انا هذا النهار غادي نهضر على المغاربه اللي كيتكرسوا. غادي نهضر على المغاربه اللي كيتحقرو. كان هذا النهار نهضر انا مساعده، ولا قلت شي هضره خطيت فيها نتحكم عليها، وغادي نهضر. مش نهار اللي عشان ما ورد مني اقي مساعد اخاف يحكمن. واحد جوج ثلاثه اربعه، جو سوي كابابل. المغربيين النار توحقان، المغربيين النار تواشان، المغربيين النار تكافسن، المساكين النار والسواخ المساكين التان. إني إتاح نخدمن ذير معشياز خوتنا اللي كيبيعو ويشريو في المارشي كيتكرفس عليهم القايد، ما عندوش الحق باش يتكرفس عليه. الى با لو دغوا سو القايد دو ميرد بور فير كوم سا او جا سي تان كوشون سي تان بورك. ونيتنا وغاسو الحق هذي قمني الخوذات اسحابي كاروثن ذا غيور ذيرف. ما عندوش الحق باش يتكرفس على المغاربة، ما عندوش الحق باش يدير هكاك للناس اللي كيحبسوا يخدموا على ولادهم. واش شفتوا الراجل اللي كان يضرب راسو مع الطبله وطاح تما تنشر جات البومبي داتو؟ شكون دار له هكاك؟ القايد. ودابا القايد غادي نوريكم اش كيدير. ها شوفوا اش كيدير القايد. اش كيضيع نعمه ديال الله عز وجل، كيخلط سنه وكيشتتها ضايعان. حنا كنديعو الله عز وجل، كيجي مع الصباح بكري وما كيدخلش لهاد القصاريه اللي كتعمر مع ال 11 ومع ال 12 بالطوابل وبالكرارات وداك الشيء، وكتسد كيجينا بكري باش يتعدى علينا وباش يتكرفص علينا. ما عرفت هو كيبان لكم شكون كيدير. ها هو ما عرفتش شكون المشكل ديالو. وهذاك السيد اللي معاه راه مقدم شو كيحاول يثني على العمل اللي كيدير، ولكن هو عنده راي اخر. شو واش كيدير؟ شوف واش كيدير. ما عرفتش الا كانت مزاوله المهام ديالو بهذا الشكل. ما عرفتش. حنا كنخلصوا الضريبه ديال لاطيراس في الجماعه، كنديروا نديو الضرائب ديالنا، وهذا السيد كيجي كيتكرفص علينا وكيتعدى علينا دائما. هذا الفيديو الثاني اللي مصورينو وديما كيدير هذه الحاله في المحل. قبل المغادره زريم القايد، زريم القايد نسبته
راجع زري من القايد نسبته اه زري من القايد نسبته القايد نسبته القايد نسبته اسكي فوز افي لوميغ لوميغ دو سبته ا كازابلانكا الى بيت كازابلانكا وزافي فيك سكي فيها ومارشي Vous avez vu le maire à Sbata, Casablanca. Vous avez la misère. La misère, qu'est-ce qu'il fait aux pauvres? Adika, Rasbah, Adirah, Asniaï, Shmari, Arud, Chouajne, Adihad, Yamou. هذا سي عايشة بيتساع زرموخ شوف اخوتي المير القايد نتاع السباتة في كازا بلانكا كاينوض من كل صباح كيمشي كيفاش نديرو حنا صحاب الخارج نجيو نعيشو في المغرب انا كنوجه هاد الهضره للمسؤولين ما راني عارف بلي سيدنا ما توصلناش بريا كنوجه هاد الهضره للمسؤولين حنا راه حنا في الخارج كنجيو عندنا الملكيه هنا وعندنا الارض عندنا الديور عندنا الحوانت عندنا المشروع ما نجموش تكلس علينا الكلب نتاع القايد ديروا الحل ديروا الحل لهاد القياد اللي كيتكرفسوا على المساكن ديروا لهم الحل ولا حنا الجاريه المغربيه راه غادي تمشي للقنصليه غادي نديروا المظاهرات ما غاديش ندخلوا للمغرب نبيعوا ديورنا نوليو نعيشوا في اوروبا باسكو حنا ما نستحملوش القايد غادي يقتل في خوتنا وحنا كنشوفو اون بو با فيفغ افيك لو افيك لو مير السالو بري دو مير زري ما نسمع نشين هما غاتسيور مغا القيادة غاي غيار القياد هما الجارية المغربية تجمع ماريخ في نص ديال الخارج انا حا قنصلية أنك المظاهرات أتثمار القوية بني يتقرمون كا أنت حب سم أنت حب سم أنا متحملة بمسؤولية أنا اختيت فيهم وي ذي غيار ذي قزين تمام ذي رفان ماشي كاع القوية ده لا حاشا لله كنهضر على دوك الكلاب اللي كينبحوا في المارشي واحد شد راسو ضرب راسو مع اللوح ما عرف ميتو لا حي علاش واش رحنا في ليزانديان واش رحنا في مكسيكان ولا رحنا في المغرب فين رانا علاش القوية اللي يديروا هكا للشعب علاش يتكرفسوا عليهم علاش يمرتوهم علاش يحقروهم علاش يريسلوهم حوايجهم علاش ما يخليوش يخدموا على ولادهم شكون نتوما اش غادي تكونوا اكلاب نتاع الخلع اه كيف ترى وجرا بنادم يجيب جوج حوتات باش يجيبهم الخبز لولادو يمشي يزلحها لهم هو اش غادي يكون هاد الكلب هذاك الشيء اللي غادي نقول السلام عليكم